بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بحضراتكم من جديد في الإبسود ده. إن شاء الله بإذن الله مكملين في السيتنجز ورح نحكي عن الديسكشن. في الديسكشن في شوية كلام كتير يا جماعة. طيب النقطة الأولانية بالنسبة للديفولت أرتكل سيتنجز، النقطة الأولانية بيقول لي أتمت تو نوتيفاي أني بلوجز لينكد تو فروم ذا أرتكل. يعني النقطة ديت لو انت كنت مستخدم التراك بقى فاكرين يا جماعة لما كنا بنقول مثلا خليني اروح عند بوست جديد، لو انا اعمل نيو بوست المرة دي بس في 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 صفحة جديدة، كنا بنقول ان كان في تكنيك او كان في طريقة حتى ربما نكون ما قصناش او ما اتكلمناش عنها كتير في مثلا سكرين اوبشنز نارد السند تراك باكس، كان اسمها التراك باكس. كنت بنقول في النقطة دي ان انت ممكن تكتب اليو ار ال بتاع المدونة، والمدونة ديت لو انت يعني هتبقى لينكد بالمدونة بتاعتك بحيث ان يعني ايه المدونات ديت هي تتحط في النوتيفيكيشن يوصل لها اشعار ان حضرتك عملت بوست. ده الفيتشر اللي بيأكد القصة دي، يعني انت عايز تربط بالكلام ده او لا، ده يعني ده المفتاح بتاعها. تمام. اما بالنسبة للمدونات طبعا على حسب الارتكلز، انت كل يو ار ال بتحط تحت الارتكل تحت التوبيك او تحت البوست بتاعه راح يوصل اللينك ده هو النوتيفايد. طيب الجانب الثاني لو اول نوتيفيكيشن فروم اذر بلوجز، العكس بقى انت بقى عايز الناس تشاور عليك في ارتكل، في الارتكلز تبعها لو انت كنت رابط، فاهمني؟ يعني ياخدوا اليو ار ال بتاعك عشان يدوا لك الكلام الهنتات دي او النوتيفيكيشنز دي. لو بيبل تو بوست كومنت اون نيو ارتكل، طيب انت لو عايز الناس تبتدي تكتب كومنتات على الارتكلز تبعك اب تو يو. طبعا الجانب الثاني اذر كومنت settings تبع الكومنتنج برضو، كومنت اوثر ماست فيل اوت نيم اند ايميل. انا طبعا علشان اي حد يدخل المدونه تبعك ويكومنت المفروض يا اما يكون عامل لوجن يا اما يملا، لو هو ما كانش عامل لوجن يتقفل يملا بقى ميله او كده. ديت النقطه اللي بيتكلم فيها. تمام. يعني اي حد يحاول يعمل كومنت المفروض قبل ما يكتب الكومنت بتاعه، لو انت ما كنتش عامل كوميونتي، لو انت يعني ايه ما كنتش عامل ريجستريشن في الموقع بتاعك، اي حد عايز يعمل كومنت مش هيقدر يعمل كومنت غير لما يكتب ايه كذا وكذا. طب لو انت شلتها دي يبقى اي حد ممكن يكتب كومنت، مش شرط تعرف داتا عنه. User must be registered and logged into comment. ده الفيتشر التاني بقى. طيب الناس علشان تكومنت المفروض تعمل registration في المدونة بتاعتك. تمام. لو انت عايز تنشط ده او مش عايز تنشطه خلاص كده مفيش حد هيقدر يعمل كومنت غير لما يكون عامل registration. automatically close comment on articles older than 14. يعني الموضوع ده يرجع لك هو الافتراضي بيكون تقريبا 14 يوم، وده يعني لو انت عملت article والارتكل ده التوبيك ده يعني اقصد قعد 14 يوم الكومنتات هتتقفل عليه لو انت كنت منشط القصه دي، او مش منشطه خلاص طالما البوست موجود اي حد ممكن يعمل كومنت براحتك عادي. انيبل فريد اور نستنج كومنتنج، عندي على 5 ليفلات. يعني الموضوع سهل وبسيط برضه، لو انا مثلا عملت كومنت في حد عايز يريبلاي عليا انا، فمثلا هيعمل مثلا كومنت او هيعمل بوست، فده ريبلاي على مين؟ ده ريبلاي على الكومنت بتاعي انا، فانا عايز اعمل ريبلاي عليه كده. يعني اللي هو مساله النستنج دي لغايه كام؟ لغايه 5 ليفلات، لغايه معاك لغايه 10 يقعدوا كده يردوا على بعض. الجانب الثاني بري كومنت انتو بيجز وذ 50 توب ليفل كومنت بير بيج اند لاست بيج ديسبلاي باي ديفولت. يعني ايه؟ لو انت عندك صفحه فيها كومنتات كتير جدا بعد ال 50 خلاص انا مش هعرض كومنتات، هبتدي اقول لك اولدر شو اظهر لي الكومنتات اللي من تحت، والكومنتات تبقى معكوسه يعني الجديد في الاول زي الفيسبوك كده بالظبط. لما تلاقي ان في مثلا صفحه فيها كومنتات كتير بتلاقي الفيسبوك يروح يقول لك ايه شو اولدر شو اولدر كومنتس شو اولدر كومنتس، وبتلاقي الكومنتات الحديثه هي اللي من تحت اللي هي اللاست. يعني ده لو انت عايز تنصت الفيتشر دي. طيب اوكي. الجانب الثاني كومنت شود بي ديسبلايد وذ ذا اولدر كومنت اور توب اتش بيج. طيب لو انت بقى ده الديفولت ده عند 50 تمام، هنا بقى لو انت عايز الاولدر كومنتات هي اللي تظهر في التوب، يعني الكومنتات القديمه تطلع من فوق ولا الكومنتات الحديثه هي اللي تطلع من فوق؟ طيب لو الكومنتات دي وصلت ل 50 ده اللي هيتطبق، اللاست اللي هو الحديث يوصل يطلع من فوق. ديت الفكره. الجانب الثاني بالنسبه للايميل وذ ايميل
مي ونيفر يعني. انا حتى لسه ممكن الناس تكون لسه سامعه صوت الموبايل، لما انا جيت عملت كومنت اللي هو كان عباره عن واحد واحد بعت مسج دايركتلي بشكل مباشر للميل اللي انا كنت كاتبه له في الرايتنج، الميل اللي هو بيبعت لك النوتيفيكيشنز عليه كان موجود تقريبا في جنرال على مثلا الناس. انا كنت مركز اهو، ده الايميل ده هو ده اللي بيبعت لك عليه الهنتات، فاي كومنت راح يحصل هيبعت لك عليه الكومنت، اي بوست ولا اي كومنت ازهلت، انت لو عايز تريح دماغك شيل الاثنين ومش هيوصل لك اي هنتات او اي نوتيفيكيشنز على الميل. لكن لو انت عايز تكيب فوكس وتراكنج على كل حاجه بتحصل نشط الاثنين بيفور كومنت ابير قبل الكومنت ما يظهر. كومنت ماست مانيوالي ابروف، يعني بص اكتب كومنتات زي ما انت عايز، لكن لازم الادمنستريتور يراجع ولا كومنت اوثر ماست هاف بريفيسلي ابروفد كومنت. طيب ماشي، ولا الكومنت المؤلف صاحب الكومنت لازم أن يكون ليه كومنتات انا عملت لها ابروفد قبل كده. يعني انا وصلت لقيت مثلا عند عنصر معين عمل كومنت عملت له ابروف خلاص كده ممكن ايه، لو اخذ الكارت اخذ الكارت الاخضر يعني ممكن يكتب كومنتات زي ما هو عايز. تمام جاي الجانب الثاني كومنت مودريشن. طيب هو بيقول لي بص هولد كومنت ان كوي، حطها في حاجه اسمها زي القفص كده يعني ما تنشرهاش، ها لا استنى اعملها مودريت، استناني انا لما اجي اعملها مودريشن يعني ما تنشرهاش بشكل مباشر. لو كان فيها ايه لينكين يعني اي كومنت فيه لينكين بجد ده سسبيشس يعني امر مشكوك فيه، استنى شويه ما تنشروش شوفني انا بقى لما اعمله ابروف، او ممكن يكون سبام ممكن يكون روبوت بيحاول ينشر عندي ممكن يكون دعايه واعلان او اي حاجه زي كده. الجانب الثاني بيقول لك طب بص يا سيدي هما الكومنت كونتينز اني اوف ذيس ووردز ان كونتنت، يعني في لو اي كومنت في الكلمات اللي انا هكتب دي او في اليو ار الز دي او في الايميلات دي او في ارقام الاي بي ده حطها ايه حطها لي في حطها لي في المودريشن. يعني بص الكومنت مودريشن ده فيتشر جميل جدا مسؤول عن ان هو اي حد اي كلمه يعني اي حد بالاي بي ده او اي حد استخدم الرابط ده او اي حد من طرف الايميل ده او اي حد كتب الكلمتين دولت ما تنشرش بشكل مباشر، حطها في المودريشن واستناني انا لما اجي اعملها ابروف اور ديكلاين او ارفضها او كده. الكومنت بلاك ليست طبعا يعني عادي براحتك اكتب الكلام اللي انت مش عايزه يظهر وعادي الكلام ده هيتحط ايه مش راح يظهر، لو اي حاجه من الكلام ده يعني هتتشال يعني زي البلاك ليست كده. الموضوع الثاني كان خاص بالافاتار، الافاتار طبعا انت عارف انا شفت الترتيب بتاعها اه ده الافاتار تبعي وده الافاتار تبعي حاجه كده يعني ايه طيب لو عايز تظهرها ماشي مش عايز تظهرها ماشي براحتك. الماكسيمم ريتنج ده الكونتنت بتاعك، الكونتنت بتاعك هو بيقول لك مصنفها لك سوتبل فور اول اودينسز كل الناس ممكن تدخل يعني ولا ايه اوفنس يوجوالي 13 سنه 13 سنه من 17 سنه لا لا ده لحاجات معينه يعني. القصه ان وورد بريس بيحاول يعمل لك ريستريكشنز يعني على ايه على المدونه بتاعتك يعني مناسبه لسن معين او كده هو هيحاول يظبط لك القيود دي ماشي خليها صوته بالفول اور والامر يرجع لك برضه. دي فوت افاتار طيب هي مسترس بيرسونال عادي ميديات البلانك فاضيه جرافاتار بياخد ال طبعا احنا حكينا في موضوع الجرافاتار ده قبل كده يعني هياخد اللوجو بتاعك من الجرافاتار ولا 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 بعد ما تخلص حالك اضغط على سيف تشينجز والامور اللي انت بتحاول تظبطها راح تكون سيف. سبحانك اللهم ربنا بحمدك لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. اسف جدا طولت عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.